بدأ مجلس النواب جلسته التشريعية الأحد بإحالة القانون المعدل لقانون العمل والمعاد من مجلس الأعيان إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الأمر الذي أغضب رئيس اللجنة خالد الفناطسة لرغبته بمناقشة القانون وإقراره. إن من حق مجلس الأعيان إجراء التعديلات المناسبة على أي تشريع، ونحن لا نجادل في هذا الحق، ولكن المشكلة إن غالبية تعديلات الأعيان هي منسجمة مع القانون كما أرسلته الحكومة، وهذا يعني في كثير من الأحيان ضرب التوافقات التي تحدث في اللجان النيابية حول مشاريع القوانين. لذلك أطالب بأن نصر على موقفنا في جميع المواد الخلافية حتى لو ذهبنا إلى جلسة مشتركة. عن غزة هل يوافق أبو عماد؟ أنت أستاذنا الفاضل، إذا المجلس قرر تحويل قانون إلى اللجنة أين العيب في هذا؟ كما أقر النواب مشاريع قوانين كل من الزراعة وتشكيل المحاكم النظامية والجمارك، إضافة إلى قانون تنظيم العمل المهني. أراضي عجلون اللي بيعت لشركة، شركة خاصة، وقامت البلديات وقامت أهالي عجلون ولم يتخذ موقف. إذا في ظل القانون اللي ذكره معالي الأخي أبو فيصل مش قادرين نضبط بيع الأراضي، فما بالك في هذا القانون. أنا مع العودة معالي الأخ إلى النص الذي يحظر الاعتداء على أراضي الحرجية، وليس مع مشروع، وليس مع قرار أيضا اللجنة، العودة للنص الأصلي. وإذا لابد واقتراحي ما حصل على الموافقة فأرجو إضافة لا تصلح للتحريج بناء على تقرير فني من قبل مختصين في هذا الأمر، من قبل مختصين حياديين في هذا الأمر. إنشاء مقالع ومرامل في المناطق الحرجية الجرداء والتي لا تصلح للزراعة بناء على تقرير فني متخصص من وزارة الزراعة يتم ذلك. هذا ما تكلمت عليه بداية الجلسة. شكرا سيد الرئيس. لم يرد نص بالقانون بالتأجير سواء بالسماح أو بالرفض لتأجير الأراضي الحرجية بقانون الزراعة. إذا نتحدث عن المقالع والمرامل، هذه المقالع والمرامل في عام 1986 حددت هذه الأماكن في المملكة، فوجد أن 80% من المقالع والمرامل موجودة في الأراضي الحرجية. وشرع النواب بمناقشة قرار اللجنة القانونية والمتضمن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2019، فأقر النواب تخفيض عدد اللجان الدائمة من 20 لجنة إلى 15 لجنة. ما فرضته الحاجة العملية والمشاكل العملية التي تعتري أداء عمل اللجان أيضا حاولنا أن نعالج هذا الخلل. وبدك تقول لي كيف النظر في الطلبات؟ هو الهدف هنا ليست الرقابة من المكتب الدائم على اللجان ولا على الائتلافات ولا على الكتل، هي الهدف منها إجراءات تنظيمية. وعلى مدى اجتماعات اللي حصلت في اللجنة القانونية هذا مطلب أغلبية مجلس النواب، أنه تقليص العدد، وهي يعني المخرجات اللجان هي الأصح في الموضوع كله. أما إحنا نعد لجان مشان نعد رؤساء لجان ومقربين يعني مضي على الوقت، وحقيقة ما يعني الأثر سلبي على إنجاز اللجان. أقترح فصل اللجنة المالية عن الاقتصادية نظرا للظروف الاقتصادية اللي احنا منعيشها وحجم القوانين الاستثمارية والرقابة من أجل خلق بيئة استثمارية محفزة. ورفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب نصار القيس الجلسة إلى موعد يحدد لاحقا. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.